السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أولا نشكركم على اهتمامكم بالموضوع اللي ترتو في الحلقة السابقة واللي كتعلق بأهمية الوثيقة والتعامل الفنانة والسينمائيين مع الوثيقة لإثبات مغربية الصحراء ولتأكيد على مغربية الصحراء، بمعنى على أهمية السينما في خدمة القضية الوطنية. وفعلا هو موضوع مثير للانتباه، والحمد لله أن قناة محمد بن داحة انفردت بإثارة هذا الموضوع لأكيد أنه تطلو الاهتمام ديالو، وفيه بزاف ما يتقال، يعني راه ما كتكفيش منه غير حلقة أو جوج حلقات. ولكن هذه الحلقة الثانية اللي غادي نديرها غادي نتكلم على واحد المسألة كنت ترتها في الحلقة السابقة، وهي أنه الدعم اللي ممكن تحظى به مثل هذه الأعمال الفنية. ففعلا تأكدي بأن هناك دعم، ولكن هذه ولكن غادي نشرحها لكم، بالإضافة لواحد النقطة كتتعلق بالصحراء الشرقية. ولكن قبل ذلك بغيت نعطيكم فكرة على بعض الأعمال اللي ارتكزت على الوثائق والأحداث، ونشوفوا كيفاش أنه السينمائي يقرأ هذه الوثائق وهذه الأحداث. ممكن تكون أحداث حنا نشوفوها ونسمعها ولكن ما ننتبهولهاش، غادي نشوفوا كيفاش السينمائي كينتبه لها، وناخذ واحد الفكره من بعض الاعمال باش نفهموا شنو هاد الاعمال اللي كدار وكيفاش كيشتغلوا. اذا الوثيقه في المغرب مهمه جدا، والبحث مهم جدا، واي فيلم حول الصحراء المغربيه الغربيه إلا وهو مدعم بوثائق ومعطيات حقيقية خالية من الشك، هذه خصنا نعرفوها، وإلا لن يتم قبوله في لجان الدعم تابعة للمركز السينمائي المغربي. كاين فيلم الوثيقة كذلك اللي مهم جدا، هذا فيلم الوثيقة يعني بصراحة هاد الأعداء ديالنا حنا اللي بغاو يقسمونا يمشيو نعطيوهم أنا معلومات، الآن ماشي مشكل نعطيكم أنا معلومات نصفتكم، يعني نصفتكم فين تمشيو مباشرة، فين تمشيو. كاين واحد الحادثة وقعت في 1787 في عهد السلطان الحسن الأول رحمه الله، وقعت واحد الحادثة، جاسوس فرنسي اللي كان سميتو دولس كامل غادي يجي عن طريق جزر الكناري وغيدخل الأقاليم الصحراوية كمسلم تركي، وغادي ينتحل شخصية مسلم تركي وهو مسيحي فرنسي جاسوس. دخل وعاش بين سكان الصحراء واحد المدة ديال 6 ديال الشهور، يقارب 6 شهور، ولكن الناس ديال الصحراء غادي يعرفوه، يعني غادي يكشفوا الامر ديالو، لان لاحظوه بانه كيدير في الامور ديال الدين ديالو كيدير بطريقه خاطئه، وقوم تبعينه تعرفوه بانه جاسوس، وغادي يلقاو عليه القبض وغادي يقدموه للشيخ ماء العينين انذاك رحمه الله، اللي كان هو شيخ قبائل، يعني مجموعه من القبائل. والشيخ ماء العينين اش غايدير؟ لينظر قدمه للسلطان المولى الحسن الاول رحمه الله لينظر في امره. شوفوا هذا هنا نفهموا بزاف ديال الحوايج بلا ما نوضح لكم كلشي باين. فهاد اللحظه قبل ما يحاكموا السلطان وينظر في امره تدخل السفير البريطاني، عقلوا على الاسم ديالو اللي هو سير كيربي كرين، في المذكره ديالو شوفوا هاد الحادثه كيذكر هاد الامور هادي، وهنا كنعرفوا العلاقه ديال السلاطين المغاربه مع وعلاقتهم بالصحراء والولاء ديال سكان الصحراء والشيوخ ديالها، الولاء ديالهم للسلاطين المغاربه. وانا كنعرف واش كان شي علاقه ولا ما كانش شي علاقه بين هاد السلاطين، ونشوف واش كانت فعلا الارض تابعه ولا ما تابعاش، وعلاش غادي يقدموا هاد الولاء. المهم هاد الامور كاع كنعرفوها. فوالا دونك فيلم الوثيقه تم تصويره، والان يعني غادي يتم وقف لظروف معينه وغادي يتم اكتمال التصوير ديالو. اذا كاين مجموعه من الافلام، كاين سراتو الماليه كذلك، هي كتحكي على واحد الماليه في 85 1985 يتم يعني هربت من القبيله ديالها
وكتجي الجنوب الجزائر عند بعض القبائل تماك كتعيش معهم الى ان يحضر الجيش الجزائري وغادي ياخذها. كيشوفوا اللي عندهم اللي كيشبهوا شويه الصحراوة كيشوفوهم في الملامح وكيديوهم شراوها عليهم هذيك القبيله اللي لقاوها عندهم في الجنوب وكيديوها كيحطوها في المخيمات بحال بزاف اللي راه كاين درك المخيمات عامرين غير بهاد الناس اللي كيلقطوهم هكا وكيجيبوهم باش كيعمروا بهم المخيمات. كتكبر هاد السيده في 85 حتى 2011 في الحرب ديال ليبيا الولد كيديو لها صغير 6 سنين الكوبا واحد كيبقى يكبر كيمشي يشارك من بعد في الحرب ديال القذافي هذيك الحرب اللي كانت الحرب الاهليه ويتم القاء القبض عليه مع ديك المجموعه اللي مشات تساند القذافي ومن بعد كيهرب كيرجع الوقت اللي غادي يرجع يعني الوقت اللي جابوا الام ديالو كي الغريب ان هاد الام ديالو هي من قبائل بامبارا يعني من قبائل قبيله هي من قبيله السماكي وكتهرب منهم مشاكل بينها وبين زوجها لان زوجها من دياكيتي وهي من السماكي كيبقى واحد الخلاف وكتهرب من ديك القبائل ديال الزوج ديالها وكتجي هي ولادها زوج وكتعيش وكيعلموها في المخيمات الدين الاسلامي كيفاش تصلي كيفاش تتكلم كيفاش تتعلم علموها الاسبانيه علموها يعني جردوها من دوك العادات والتقاليد ديالها حتى ديك العبادات اللي كانت كدير تبع القبيله ديالها واحد الطقوس حيدهم لها. ولكن الوقت اللي غادي توصل في الواحد و غادي دير 71 ولا 72 سنه في 2011 تقريبا وغادي تصاب بالزهايمر المشكله غترجع لها كاع ديك العادات اللي كانت عندها قديمه يعني الهويه مي تكون عندك هويه راك ترجع لها فقد الذاكره وهي ترجع للبامبارا اللغه ديالها ترجع للطقوس الدينيه وهذا ما ازعج هذوك الناس اللي تما نعرفهم دوك العصابات ديال الجزائر. هنا في الحقيقه انا عندي انا كنعرف بلي بوليزاريو ما كاينينش الان بوليزاريو ما كاينينش الان كاينه غير الجزائر هي اللي كتحكم بواحد المجموعه كتقول لك كديرهم في المقدمه هما بوليزاريو صافي وكيبقاو يدبروا كيفاش يديروا يقتلوها حتى ما تلقاوها مرميه من واحد الجرف كبير يعني مليوحه لقاها ولدها ومن بعد ولدها مين شاف هكا ما عندوش فين يهرب اللي رجع غادي يرجع من ليبيا وغادي يمشي يلتحق بالجماعات الارهابيه ما عندوش فين يمشي يرجع لبلادو ما بقاش بلادو المشاكل اللي وقعت لمو يبقى في مخيمات ماشي بلادو يجي المغرب ماشي بلادو فين غيمشي غادي يمشي يعيش معها غادي يخطف هذيك السياره مليئه بالدخائر والاسلحه وغادي يديها للجماعات الارهابيه. كذلك نسيم الزاجيل كذلك مجموعه من الافلام الوثائقيه الرائعه تم يشوفها الجمهور ان شاء الله. الشغال على فيلم نويسترا او سفينه الحقيقه هو الشغال على وثيقه تثبت مغربيه الصحراء هذا اولا. ثانيا اول سؤال طرحته على نفسي هو أشنو الإضافة اللي ممكن نضيف أنا كمبدعة أو كمخرجة لهذا العمل؟ الوثيقة طبعا أو التوثيق للتاريخ هو من مهام المؤرخ. أنا كمبدعة أشنو الإضافة اللي ممكن نضيف؟ رجعت للوثيقة ولقيت على أنها كتحمل رسائل إنسانية كثيرة وعاود نطرح على نفسي سؤال تاني، نحن كناس واش محتاجين للصراعات؟ طبعا لا. إذن الوثيقة كانت كتحمل عدة رسائل إنسانية فيها حكاية وقعات في هذاك الوقت اللي تطقت فيه هذه الوثيقة. ولقيت على أن أنا كمخرجة مهمتي هي نصر الجانب الإنساني لأن بتنصيري للجانب الإنساني ستمر الرسالة في عمقها للمتلقي. وكان فيلم نويسترا هو رسالة إنسانية تثبت على أن العلاقات الإنسانية أهم من كل ما يحيط بها وأن الإنسان في الوقت الراهن هو محتاج للمحبة الود الأمان أكثر من الصراع. كاين مسألة واحدة أخرى ترتها مع سيناريست جلال بلوادي ونبغي أنكم تسمعها من عنده ونزيدو نعلقو. وكذلك كاين واحد الامر انا بصراحه كنتمنى ان هذا الموضوع الحديث على الصحراء الغربيه ديالنا يكون اخر مره نتحدث عليها لاني ما كنبغيش نتحدث على الصحراء الان لان سيفيزامون درنا على هذا الموضوع صافي الله يجعل البركه صافي كتبقى لهم هما البينه على من دعاهم يدبروا هذا الاداء.
لان كنبغي نوجه الان الابحاث ديالنا والاقلام ديالنا للصحراء الشرقيه. الان عندي شريط وثائقي حول الصحراء الشرقيه، شريط اخر انا كنبحث فيه، ووثائق كثيره تغرق الاداء. كما كانت عندنا وثائق الصحراء المغربيه الغربيه، عندنا وثائق كذلك الصحراء الشرقيه، وثائق تغرق الاعداء. فما يستفزناش كلمه الصحراء الغربيه، لان لو لم يكن هناك شرق لن يكون هناك غرب، ولو لم تكن هناك صحراء شرقيه لن يكون لها شطر اخر اللي هو الصحراء الغربيه. هذا امر فرغ منه. اذن هذه النقطه جد مهمه فعلا. احنا عطينا ركزنا بزاف على الصحراء المغربيه، وهذه الكلمه ديال الصحراء الغربيه ما خصهاش تستفزنا او تخلق فينا شي حاجه. فهي صحراء غربيه لانه كما كيقول الجلاب الوادي كاين، لانه كاين واحد الصحراء شرقيه. اذا الصحراء الغربيه المغربيه، وراه كاين واحد الصحراء شرقيه مغربيه اللي خصنا نتفتوا لها ونركزوا عليها ونتكلموا عليها باش نوضحوا لمن يحتاج الى التوضيح، سواء في خصوم وحدتنا الترابيه، سواء اصدقائنا، سواء حتى المغاربه، على اننا ما ننسيناش الصحراء الشرقيه، ولا انه رحنا كنطالبوا بها طال الزمن او قصر. الى ما كانش هذا الجيل غادي يكون الاجيال مقبله. مساله واحده اخرى اللي كنت ترتها هي قضيه الدعم. فكنت شرت بانه ضروري انه يكون دعم من يعني مثل الاعمال، دعم المغاربه كيشتغلوا في هذا المجال ديال الدفاع عن الوحدات الترابيه، التصدي للخصوم الوحدات الترابيه. فعلا تاكد لي وسولت بانه فعلا كيكون هناك دعم في اطار الثقافه الحسانيه، دعم مثل هذه الاعمال اللي كتتعلق واللي كتهتم بشؤون الصحراء المغربيه. وسولت عرفت بانه كاين واحد مجموعه من الاعمال اللي حضات بواحد الدعم من المركز السينمائي المغربي، وسولت باش نشوف هذه الاعمال فين يمكن نلقاها. وهذا اكيد انكم تنتوما لما تسمعوا الحلقه اللي دازوا، هذه الحلقه غادي تقولوا هذه الاعمال فين يمكن نشوفوها، واش متاحه في قاعات السينما، واش متاحه في الانترنت، واش متاحه في هذه وهذه. الاشكال اللي كاين هو على حسب ما فهمت، على انه فين كيكون دعم وكتنجز هذه الاعمال ولكن لا تعرض. يعني بمعنى انه هذه فرصه باش نناديو ان تخرج هذه الاعمال من الرفوف وينفض عنها الغبار، لان هذه الاعمال دارت من اجل القضيه الوطنيه، دارت باش يشوفها الجمهور، هذه من الملك العام، يعني من المال العام، بمعنى انه خصو يمشي للعام، وانه من حقه المواطن المغربي يتفرج على هادشي. زدنا على ذلك، علاش دارت هادشي هذا كامله؟ هاد الافلام الوثائقيه او الشرائط الوثائقيه او هاد الاعمال كامله من اجل من اجل يعني خدمه القضيه الوطنيه، من اجل اشعاعها. فاذا كانت غدير مجهود وانه المركز السينمائي المغربي غادي يقدم واحد الدعم، وفالتالي هذاك الشيء ما كاينش ما كيبانش وما كنعرفوش كاع حتى المصير ديالو، هذا لا يعقل، ماشي معقول. اذا الان مادام اننا ترنا هذه القضيه، هذه خاص المسؤولين في هذا المجال وفي الوزاره الوصيه انهم يعطيو لها المساله اهميه، على اساس انه تم دعم واحد العمل، خاص هذا العمل نشوفوا فين كاين، فين مشى، وخاص تكون شروط كما كيكون في المسرح. اللي كنعرف بانه مسرحيات المدعمه كتكون فيها شروط على انه ها شحال من عرض خصو يندار، وهاد ها فين خصو يدار، ها فين هاد الناحيه او الجهات او كذا او كذا. نفس الشيء حتى بالنسبه لشريط وثائقي او فيلم وثائقي او فيلم، خص اللي كنعرفو حنا كنعرفو ملي كتكون شي فيلم قبل العرض على العموم كيكون واحد العرض قبلي، كيكونوا مثلا يشوفوا فيه الناس اللي مهتمين بالسينما او اصدقاء او هذه او ضيوف يعني معينين بالضبط، كيشوفوا داك ما قبل العرض، عاد من بعد كيتعرض في القاعات العموميه. اذا نفس الشيء انا اللي سولت، قلت لك بعض هذه الاعمال كتشارك في المهرجانات، وتشارك في المهرجانات غير من اجل الجوائز وشوفوها غير واحد الجمهور، لا ممكنش. راه خاص مادام انه هذا مال عام خصو يمشي للعام، خصو يمشي للعمومي، خصو يمشي عند المتفرج العمومي، على اساس انه يتشاف في القاعات. اكثر من ذلك انا كنقول بانه خاص يكون موقع رسمي ديال المركز السينمائي المغربي، فاش هاد الاعمال كدار وكتخرج خاصها تعرض تما،
واخا تعرض بثمن، يعني اللي بغيت يتفرجها بثمن، ما كاينش مشكل، تما في اطار يعني حتى المتلقي انه يساهم في دعم مثل هذه الاعمال. زياده على ذلك راه المهم من الامور المهمه هو ترويجها خارج الوطن، ولذلك لابد من ترجمتها، يعني يكون فيها دي سو تيتر سب تايتلز، عناوين يعني ترجمه بالفرنسيه بالاسبانيه بالانجليزيه بالالمانيه بلغات، وتكون يعني خطه كيفاش غادي يمكن يتعرض في خارج الوطن. هذا هو العمل، وهذا هو المساله اللي اكد عليها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب اللي داروا في اثناء افتتاح السنه التشريعيه، اليقظه والتعبئه، وتكلم على دور البرلمان ودور الفاعلين في اقناع الاخرين بمغربيه الصحراء في الوصول الى الاخرين. اذا كيفاش يمكننا حنا غادي يكون واحد المجهود ما نقوموش باشعاع لازم لهذه الافلام، زياده على مسائل اخرى، ولكن ماشي موضوع ماشي وقتنا هذا باش غادي نسيروا مسائل كثير. اللي مهم عندنا في هذا الشيء هذا هو انه كاين دعم، لابد انه الشيء يوصل للمتلقي، لانه الهدف من هادشي كله وهو التاثير في الاخر. وكيفاش يمكننا حنايا دابا كنتكلموا فين حنا كنتكلموا كندافعوا على الصحراء الغربيه المغربيه وغادي ندافعوا على الصحراء الشرقيه المغربيه، وما نعبئوش الاجيال ديالنا، هذا الجيل ما عارفش، خصنا نعبئوه. باش غادي نعبئوه؟ غنعبئوه بمقالات فعلا، بكتب، بندوات، بافلام، شرائط، شرط وثائقي، فيلم وثائقي، فيلم يعني دوكومونتير، يعني منتوجات، يعني خاص. وخاصة اليوم راه الوقت ديال الميديا، ديال التواصل، ديال هاد المنصات الإلكترونية، ديال الصورة، ديال الصوت. ما يمكنش، مش معقول. إذا غادي يكون إلا كنا كنصرفوا فلوس وما كيخرجش شي وجوه، غادي تسمى إهدار للمال العام، وكل واحد يتحمل فيه المسؤولية. وما توفيقنا إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.